دلوقتي هتقدر تتكلم بيزنس مع موبينيل بيزنس بوكس. بكار يعتذر عن عضوية الأعلى للصحافة. تعيين المحافظين الجدد يسيطر على اهتمامات صحف اليوم. مفوضي الدولة بالإسكندرية تستأنف نظر قضية كنيسة القديسين. الصحة 33 مصابا حصلت تظاهرات السفارة السورية. حمدين صباحي أنا ضد الفزع من حكم الإسلاميين والإخوان ليسوا أعداء. وزير الداخلية يصل إلى جنوب سيناء غدا للقاء أبناء القبائل.